سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا، ربي يطول عمركم ان شاء الله. غردايا غردايا الحبيبه، غردايا الاصاله، غردايا القيم، غردايا المدينه الحبيبه. والله شكرا شكرا شكرا، على بالي طولت عليكم، ولكن ناس بكري يقولوا المليح يطول. والله ما تقدروش تتصوروا نهار اللي هدرت مع السيد الوالي، اللي حبيتكم تعطولي تحية للسيد الوالي عز الدين مشري، تحية من فضلكم. على بالكم للأمانة للأمانة، عمو يزيد عنده ربع سنوات وهو يدير في الجوالات. السيد عز الدين مشري أول والي في الجزائر اللي اتصل بعمو يزيد باش يجي الغردايا، أول والي، ولا والي اتصل بعمو يزيد من قبل، هو الوحيد اللي قال لي حبيت نديره مشروع في غردايا. بالنسبة للقيم اللي راك تزرعها في ولادنا، حبينا نديره لم الشمل ونزرعوا في ولادنا القيم اللي تربينا عليها احنا، قيم الاخلاق، قيم جدودنا اللي تربينا عليهم. انا الشيء اللي فرحني هو انه اليوم الاولياء حاضرين مع اولادهم. علاش؟ لانه الاولياء مسؤوليتهم انهم يربيوا اولادهم، ولكن الاولياء لازم يديروا اليد في اليد معنا احنا باش نربيوا اولادنا. احنا علينا بالتحسيس وانتم عليكم بالعمل. أحبائي، شكون يعرف الأغنية؟ سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمال وجنوب، قلت ألا ترون إني أحبائي. على بالكم بكري 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 قاع القبائل كامل كانوا كي واحد يغلط باش يعاقبوه، واش يديروا له؟ ينفيوه من القبيلة، يقولوا له روح ما راكش منا، هذا ما كان، ما يضربوه، ما يدخلوه السجن، ما والو، ينحوا له الانتماء. إذن سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمال وجنوب، قلت ألا ترون إني
سألوني من تحب ولمن كان النسب. الناس قاعد تسقسيك انت وليد شكون، شكون الدشرة تاعكم وشكون القوم تاعكم. قلت يا للعجب، سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب ما عرفتونيش. أنا جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. والله هذه الأغنية خاصة المقطع اللي يقول فيه إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. يا أحبائي على بالكم عمو يزيد، والله للأمانة هذه الأغنية كل ما نغنيها في أي منطقة من مناطق الجزائر والله غير لحمي يتشوك. تشوك لحمكم يا أطفال؟ شكون يتشوك لحمه؟ اللي يتشوك لحمه هو وطني يحب بلده. أحبائي الوطن هذا وطننا كامل، الوطن هذا حنا اللي نحميوه، ماشي واحد اخر اللي يحميه. حنا اللي نزعفوا على بلادنا
وحنا اللي نحبوا بلادنا تكون الأولى في العالم دائما، ولكن بالعمل والمثابرة أحبائي التطور والتقدم ما يجيش بالنعاس يا أخي أحبائي، لازم المثابرة. وش رأيكم مادام تكلمنا على المثابرة؟ كاين أغنية الجد، أي صفحة؟ يا ابني شمر للجد، صفحة 20. عمو يزيد في هذه الأغنية واش يقول للأطفال؟ يقول له راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين. كذلك عمو يزيد يقول لكم يا أطفال وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما. يا أحبائي الدراسة حقيقة تروح للمدرسة تدرس، ولكن إذا كان في نفس اليوم كي ترجع للبيت ما تراجعش الدروس تاعك رايح ما تستوعبهاش، يجب مراجعة الدروس في نفس اليوم. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. تغنوا معايا يا ابني شمر للجد، يلا معايا، فالجد عنوان المجد، تغنوا قاع معايا يلا. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى، فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. برافو أحبائي، فالدنيا ميدان الكد. ما كانش حاجة واسمها النجاح بدون تعب ومثابرة. يا أحبائي الانضباط، الواجبات، كيما نديروش الواجبات واش يسرى؟ تراكم الواجبات، ولما تركم عليك الواجبات تولي ما تحبش تقرا. إذن يا احبائي انا حبيت اليوم ناخذ وعد من عندكم كامل باللي ديروا الواجبات في وقتها، هذا وعد، هذا وعد،
هذا واد. برافو برافو، لاني راح نرجع لكم خلاص. انا راح نطلب الاقامه في مدينه غردايه خلاص، ما نقدرش نفارقكم دركا لانكم شرفتوني، شرفتوني بزاف بزاف بزاف. راح نبقى نسكن هنا، نبقى معكم خلاص. غردايه راح تصبح اقامتي الاولى ان شاء الله. والله والله بدون مجامله، بدون مجامله، استقبال من اروع ما يكون، ناس في طيبه، ناس طيبين من اروع ما يكون، ناس عندهم اخلاق، ناس متخلقين والله بدون مجامله. يعطيكم الصحه، انا ماذا بيا ان الجزائر كلها والدوله والامه الاسلاميه تاخذ الامثله من غردايه. غردايه تحدي الصعوبات، غردايه التحديات، غردايه الامل. احبائي اعطونا صغاريت على غردايه الامل. ربي يخليكم. واش رايكم احبائي نغنوا الاغنيه تاع تراكم الواجبات، تعرفوها كامل، تغنوا معايا. ويلاتي يا ويلاتي لم ستعاقبني معلمتي باشد العقاب. ويلاتي يا ستعاقبني معلمتي باشد العقاب. يلا معايا ويلاتي، قاعد تغنوا قاع. بأشد العقاب. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي، ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي.
واجبي وتلميذا مجتهدا يفرح امي وابي. ويلتي يا ويلتي لم اقم بواجبي ستعاقبني معلمتي باشد العقاب. احبائي من اليوم فصاعدا ساهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لافرح امي وابي. احبائي الواجبات لا يجب التاخر في الواجبات يا احبائي، ما تخليهاش تتراكم عليك يا اخي. هذا وعد، هذا وعد. برافو 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 برافو. Thank you.
أحبائي كاين حاجة أخرى مهمة جدا جدا جدا. لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أحبائي الجار ثم الجار ثم الجار ثم الجار ثم الجار. حنا كي كنا صغار كنا كي نرجعوا بالمدرسة ما نصيبوش الأولياء في البيت واحد يعمل واحد، كنا نروحوا عند الجار والأولياء تاعنا مرتاحين. الجار قبل الدار. واش رايكم عمو يزيد دار لكم أغنية؟ أنا كاين حاجة من غير المعقول أنه الإنسان يبات شبعان وجاره جوعان. يا أحبائي الجار يحترم، الجار تسقسي عليه، الجار تعتني بولاده كما يعتني بولادك. الجار ثم الجار. عمو يزيد دار أغنية يقول فيها: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، أوصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. أعطونا صغاريت على حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الأنظار حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا 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 شكرا. جاري يا أحلى الجيران، واجب أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. يا أحبائي حسن الجوار من الإيمان، حسن الجوار من شيم المسلم، حسن الجوار من قيمنا،
حسن الجوار مهم جدا يا أحبائي. أحبائي تحبوا العطلة؟ تحبوا المدرسة؟ شكون يحب المدرسة يرفد يدو؟ شكون يحب العطلة يرفد يدو؟ خلاص نغنوا أغنية العطلة ومن بعد أغنية المدرسة. عمو يزيد يقول في الأغنية تاع العطلة: بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة، بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أحبائي عمو يزيد في الأغنية يقول: أساعد أبوي في البيت، هذه في العطلة، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. يا أحبائي اللعب واللهو للطفل جميل جدا، لازم الطفل يلعب، ولكن الطفل الحادق الطفل الذكي هو اللي يعرف ينظم وقته. لما ترجع للبيت دير الواجبة تاعك ومن بعد تروح تلعب، معليش، ولكن ما تخليش اللعب واللهو يغطي على الدراسة تاعك. تغنوا معايا: بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم، ها نحن اليوم في عطلة. يلا معايا: بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين، جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين، جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. برافو 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 أحبائي، برافو. إذن التلميذ الحادق هو اللي يعرف ينظم وقته بين الجدي واللهوي. يا أحبائي تعالوا تعالوا تعالوا، عندي مفاجأة لكم يا أحبائي.
اليوم عمو يزيد راهو هنا، بما اني راح نسكن معاكم هنا خلاص، راني واحد منكم، واني تجاوزت 3 ايام باش تقولوا خطا لازم 3 ايام، انا تجاوزت 3 ايام عندي ربع ايام وانا هنا، اذا خلاص انا منكم دركا، اذا راني هذه الحفله اللي نديرو كاني واحد منكم يا احبائي. اعطونا صغاريت يا نساء. تفضل. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. صدق الله العظيم. برافو برافو برافو. تعالي بنتي تعالي 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 الشاطرة. قولي له واش راكي رفدة؟ او تفضلي تفضلي، نشد لك الورقه بنتي باش تقراي. يلا هديه ليا. او انا عبالك عمو يزيد يحب الهدايا. انتما تاني تحبوا الهدايا؟ خلاص. اذا قولي لنا الكلمه تاعك، قولي لهم اسمك وكلمه. يلا بنتي. حروسي زينب قريش. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام أول الكلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم كل أطفال جوهرة الواحات نشكر والي ولاية غردايا السيد عز الدين مشرق، وبالخصوص عمو يزيد الذي شرفنا بحضوره إلى مدينتنا الغالية. لقد رسمت البسمة على وجوهنا دوما وأسعدت قلوبنا وعلمتنا الأخلاق الفضيلة بكرمك، فيا رب احفظه واحفظ له أهله ووفقه لما فيه الخير. أبناء غردايا إخوة وسيبقون إخوة، جزائريون مسلمون يحبون السلام والأمان. أدام الله ألفتنا. تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. نحن أطفال الجزائر من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، كلنا إخوة. ويحيى السلام ويحيى السلام ويحيى السلام. يلا كامل، يلا يلا استنوا استنوا، ديروا كامل يديكم هنا، اروحوا تعالوا، يلا ديروا يديكم هنا كامل. واحد زوج ثلاثة. اعطونا الزغاريت اعطونا الزغاريت يا نساء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نحب عمو يزيد، نشكر عمو يزيد على الزيارة اللي زارها لنا في مدينة غردايا. نشكر عمو يزيد على هذا الحفل الذي قامه في مدينة غردايا. ربي يحفظكم كي درتوا لنا هذه الحلقة الزينة. نشكر عمو يزيد على هذه المبادرة اللي دارها. نشكر جزيلا عمو يزيد، نحبه ياسر ياسر. جئناكم ندعوكم نمرح نلهو نتسلى، فهيا تعالوا ضموا لنا، فالوقت يطيب ويحلو. معكم أنتم أحبتنا عمو يزيد شو، أوه عمو يزيد شو، أوه عمو
شو 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 لا 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 فقرات وإشارات فبها سوف نمتعكم ألغاز وحكايات وهدايا تفرحكم ولنا لكم مفاجآت تعالوا نخشوا سرها معكم هو عمو يا زيد شو هو